السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكفر برايمري 2، الصف الثاني الابتدائي، ترم 1 الترم الاول، ودي الحلقة السابعة. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا انهينا المرة اللي فاتت شرح page 21 او صفحة 21، والافعال اللي بتخلينا نعيش في سلام مع الناس اللي حوالينا، والافعال او الشخصيات اللي بتعمل حاجات بتخلينا مش عايشين في سلام وفي مشاكل او في صراع او conflict بيننا وبين الناس اللي حوالينا، بيننا وبين الاشخاص اللي حوالينا. وعرفنا يعني ايه conflict او صراع او تعارض بين شخص والتاني، او بين حاجة والتانية احنا عايزين نعملها في يومنا. وده طبعا كان الجزء بتاع البرايوريتيز او الاولويات. النهاردة نبدأ مع صفحة 22 او صفحة 22، وبنتكلم عن الاستراتيجيز او الاستراتيجيات. استراتيجية يعني طريقة حل مشكلة من المشاكل بشكل منظم. استراتيجيز يعني استراتيجيات او طرق حل المشاكل. For peace لتحقيق السلام. Strategies for peace، طرق الوصول للسلام مع الأشخاص اللي حوالينا. فلو عندنا conflict أو صراع مع أي شخص من الأشخاص بسبب حاجة عملناها أو بسبب حاجة إحنا ما خدناش بالنا وعملناها، في strategies أو في استراتيجيات لتحقيق السلام أو for peace مع الشخص ده. أول حاجة بيقول لنا هنا put، ضع your pencil القلم الرصاص بتاعك in the loop of paper clip. loop اللي هو الفتحة او الدايرة الداخلية، والبيبر كليب طبعا يا اصحابي اللي هو الدبوس المشبك الورق اللي احنا شايفين صورته قدامنا. الحتة اللي في النص المفرغة دي المفروض ان احنا نحط السن بتاع القلم الرصاص بتاعنا جواها. وبعدين بيقول لنا place this، ضع هذا in the center of the circle. in the center of the circle في مركز الدائرة اللي هو دي، يعني هنحط هنا البيبر كليب او الدبوس بتاع المشبك بتاع الورق، وهنحط في الفتحة بتاعته القلم الرصاص او our pencil القلم الرصاص بتاعنا. وبعدين بيقول لنا spin يعني دور خليه يلف the paper clip دبوس المشبك بتاع الورق to see where it points. to see لترى، where it points هو بيشير لأي اتجاه. فهنحط القلم الرصاص في الفتحة بتاعت البيبر كليب أو بتاعت مشبك الورق، وهنلف مشبك الورق وهنخليه يلف لحد ما يقف على حاجة من الحاجات المكتوبة دي، ونشوف هو هيقف عليها وبعدين نقراها. دي طبعا الاستراتيجيز أو الاستراتيجيات الخاصة بتحقيق السلام أو for peace. فأول حاجة زي ما عرفنا المرة اللي فاتت احنا ممكن نعمل سلام مع الشخص اللي فيه conflict بيننا وبينه، أو فيه صراع أو تعارض بيننا وبينه، ان احنا نعمل حاجة اسمها ask for help ان احنا نطلب المساعدة. في كمان استراتيجية تانية هنا اسمها walk away يعني نذهب بعيدا، نسيبه لوحده ونمشي بعيد عنه، وبالتالي مش هيحصل conflict بيننا وبينه. وفي طبعا استراتيجية تالتة وهي say stop، ان احنا نقول توقف لو في اي conflict كبير هيحصل بيننا وبين شخص تاني، هنقول stop، هنقول بس كفاية كده وهنوقف الconflict ده على طول. او نعمل apologize يعني نعتذر. apologize ان لو انا غلطان والكونفليكت ده حصل بسبب خطأ مني، بعمل apologize او بعتذر. وممكن كمان نعمل حاجة اسمها brainstorm solutions. brainstorm يعني العصف الذهني، يعني نقعد نفكر مع بعض علشان نوصل لحلول للمشكلة اللي احنا فيها ونحل الكونفليكت ده او الصراع ده. و brainstorm solutions يعني ان احنا نعمل عصف ذهني، ان احنا نفكر مع بعض علشان نلاقي solutions او حلول للconflict اللي احنا فيه. وكمان في استراتيجية تانية اسمها take it out. t
take it out يعني خذه بعيدا، خد المشكلة بعيد وامشي وفكر فيها لوحدك. take it out، take it out، خذها بعيدا او خذ الصراع ده بعيدا وفكر ازاي تحله لوحدك. في كمان استراتيجية اسمها go to another activity. go to another activity يعني روح واعمل another activity، اي نشاط تاني. ما تحاولش تركز في الكونفليكت ده او في الصراع ده وروح اعمل نشاط تاني. وانت بتعمل النشاط التاني ده هتلاقي نفسك بتفكر تفكير سليم لحل الكونفليكت او الصراع ده وتقدر تحله بهدوء. go to another activity. واخر استراتيجية عندنا اسمها compromise. compromise او حل وسط، ان احنا نتنازل شوية والشخص التاني يتنازل شوية ونوصل لحل وسط يحل الكونفليكت او الصراع اللي بيننا وبينه. وبكده احنا عرفنا يعني ايه استراتيجيز او يعني ايه استراتيجيات، واستراتيجيز فور بيس او الاستراتيجيات او طرق تحقيق السلام مع اي شخص احنا في بيننا وبينه كونفليكت او صراع. وبكده نكون انهينا البيج دي، ونتنقل البيج اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل لبيج 23 او صفحة 23 وعنوانها planning a play. planning يعني تخطيط، a play a play مسرحية. وكنا اخدنا السنة اللي فاتت يا اصحابي في منهج discover برضو ازاي نعمل play او مسرحية، واتكلمنا ازاي ايه هي المكونات الخاصة باي play او باي مسرحية. عرفنا ان في حاجة اسمها البيجينينج او البداية، وفي حاجة اسمها السكريبت، والسكريبت ده بيكون حوار، حاجة بيقولها الأشخاص وأفعال بتحصل، وده بيحصل في الميدل أو في الوسط. وعرفنا كمان في حاجة اسمها إندينج أو نهاية، الخاتمة الكلوزنج بتاعت البلاي دي، وبيبقى فيها النهاية بتاعت البلاي أو المسرحية دي. النهاردة هناخد الكلام ده بس هنخليه related to أو متعلق بي الاستراتيجيز بتاعت البيس او السلام، وازاي نحل اي بروبلم او اي كونفليكت، اي مشكلة او اي صراع بيننا وبين اي شخص تاني. فنعمل بلاي او مسرحية بتحكي عن مشكلة او صراع بين شخصين او اكتر، والمشكلة دي هنحط لها عنوان، وهنحط لها كمان سكريبت او حوار كلام يحصل وافعال تحصل، ونختار لها كمان البروبس او الادوات والمستلزمات والمعدات الخاصة بالمسرحية دي. يا ترى احنا هنستخدم ايه، هنمسك ايه في ايدينا، هنلبس ايه، هنعمل ايه، البروبس دي او التولز دي، الحاجات اللي احنا نستخدمها في البلاي بتاعتنا. وكمان هنصمم السينيري او المشهد او الشكل الخارجي او الخلفية المسرحية بتاعتنا اللي هو بيعبر عن المكان اللي احنا موجودين فيه. فplanning a play يعني تخطيط مسرحية. وبيقول لنا هنا discuss يعني ناقش، and record يعني سجل the topic of your play لمسرحيتك، and ideas والآراء والأفكار for the script للنص المسرحي اللي احنا هنستخدمه، props الأدوات والمستلزمات والحاجات اللي احنا نستخدمها، and scenery والمشهد، والمشهد أو المنظر المسرحي اللي هو بيتضمن الديكور بتاع المكان اللي احنا بنمثل فيه المسرحية دي. وطبعا المفروض هنا يا أصحابي ان احنا في الكلاس روم التيتشر بتاعنا هيقسمنا لجروبس أو لمجموعات، كل مجموعة هتختار مشكلة معينة أو problem معينة فيها conflict أو فيها صراع بين شخصين زي ما قلنا أو أكتر. الconflict ده هنعمل له script أو نص كلام هيتقال وأفعال هتحصل، وهنختار له props أو أدوات ومستلزمات نستخدمها وإحنا بنمثل play دي أو المسرحية دي. وكمان هنتخيل وهنعمل حاجة اسمها scenery او المنظر المسرحي، المشهد المسرحي، الخلفية اللي ورانا واحنا بتمثل اي مكان. يا ترى المكان ده at school at home at the park، فين المكان اللي احنا بنعمل فيه المسرحية دي. فاول حاجة بيقول لنا هنا topic يعني الموضوع، اسم المسرحية دي هيكون ايه. فمثلا ممكن نقعد نفكر مع بعض زي ما قال لنا هنا
وقالنا record the topic سجل الموضوع of your play الخاص بمسرحياتك and ideas والأفكار. وقبل ما نبتدي نشرح البيج دي لازم نروح طبقا لدليل المعلم للصفحة الخاصة بالسلف assessment. سيلف اسسمنت او التقييم الشخصي ماي سيلف اسسمنت يعني تقييم الشخصي طبعا على اساس ان انت وسط جروب وسط مجموعه فانت بتعمل سيلف اسسمنت او تقييم شخصي لنفسك وانت موجود وسطيهم ازاي قمتوا بعمليه التسجيل بتاعه التوبيك وبتاعه الايدياز او الاراء اللي انتوا المفروض بتتفقوا عليها علشان تعملوا البلاي دي. فهنا بيقول لنا ريد اقرا each statement كل قطعة مكتوبة for each row لكل صف color لون the stars النجوم in the box في الصندوق that describes اللي بتصف your effort مجهودك. فانت المفروض هتقرأ هنا مكتوب ايه وبعدين هتلون عدد النجوم اللي بيوضح وبيساوي المجهود اللي انت عملته مع الجروب او مع المجموعة بتاعتك وانتو بتعملوا البلاي دي. ففي عندنا 1 star وفي 2 stars وفي 3 stars. اول حاجة academic content المحتوى الاكاديمي يعني انتو كتبتوا ايه طبقا للمطلوب منكم. هل يا ترى كتبتوه بشكل منظم بشكل كده ينفع يتعمل كتاب يتعمل مسرحية بجد ولا كتبتوه اي كلام؟ وهل يا ترى انت تعاملت مع الاكاديميك كونتنت او مع المحتوى الاكاديمي ده بشكل صح ولا بشكل غلط؟ هل يا ترى انت بتقول I can solve a problem with help انا اقدر احل المشكلة with help بالمساعدة؟ لو انت تقدر تحل المشكلة مع وجود مساعدة ليك يبقى انت تستاهل ستار واحدة والمفروض ان انت تلون الستار الواحدة دي. في الاختيار التاني بيقولك I can solve a problem independently يعني بشكل مستقل ان انت تحلها لوحدك من غير ما تحتاج اي مساعدة يبقى انت في الوقت ده هتستاهل 2 stars او نجمتين I can solve a problem independently. طب في الاختيار التالت بيقول لنا I can solve a problem independently بشكل مستقل in more than one way بأكتر من طريقة يعني انت تقدر تحل المشكلة مش لوحدك وبس لا وعندك كذا حل للمشكلة. فلو انت الشخص ده يبقى تستاهل 3 stars او 3 نجوم وفي الحالة دي تقدر تلون 3 stars او 3 نجوم. ده اول حاجة في السيلف اسسمنت او في التقييم الشخصي. تاني حاجة بيقول لنا quality of performance quality يعني جودة of performance الاداء quality of performance جودة الأداء. فبيقول لنا أول حاجة I spoke أنا تحدثت softly بصوت منخفض softly يعني صوتي كان منخفض صوتي كان واطي or was hard to understand or أو was hard to understand كان صعب إن حد يفهمني. I spoke softly أنا تكلمت أو أنا تحدثت بصوت منخفض or was hard to understand أو كان صعب حد يفهمني. لو أنت الشخص ده يبقى تستاهل 1 star أو نجمة واحدة. الاختيار التاني بيقولك I spoke clearly يعني أنا تحدثت spoke يعني تحدثت في الماضي clearly بوضوح. لو أنت تحدثت بوضوح تستاهل 2 stars أو نجمتين. تالت اختيار بيقولك I spoke clearly and with excellent expressions I spoke clearly أنا تحدثت بوضوح and و with excellent expressions بمصطلحات ممتازة. هل يا ترى انت الشخص ده لو انت الشخص ده تستاهل 3 stars أو 3 نجوم. تالت حاجة في السيلف اسسمنت أو في التقييم الشخصي بيقول لك هنا life skills او مهارات الحياة life skills. فاول حاجة بيسألك بيقول لك هل انت بتقول I worked alone انا عملت لوحدي ما كانش عندي تعاون مع اي حد تاني I worked alone انا عملت بمفردي وحدي. لو انت الشخص ده تستاهل 1 star. تاني اختيار بيقول لك I worked with my group أنا عملت
مع المجموعة بتاعتي. لو انت الشخص ده اللي عملت مع المجموعة بتاعتك تستاهل 2 stars. تالت اختيار بيقول لك I worked with my group and we helped each other. We helped احنا ساعدنا each other بعضنا البعض. I worked with my group and we helped each other. انا عملت مع المجموعة بتاعتي وكل واحد فينا ساعد التاني. لو انت الشخص ده تستاهل 3 stars او 3 نجوم فتلون العدد بتاع النجوم الخاص بكل اختيار منهم المناسب ليك طبعا والمناسب للحالة بتاعتك. وبعدين نرجع تاني للبلاي بتاعتنا او للمسرحية بتاعتنا. السلف اسيسمنت كان في بيج 26 ده اخر بيج في شابتر 1 او في الفصل الاول اللي هو A Day in My Life يوم في حياتي. نرجع بقى للبلاي بتاعتنا ونكملها. زي ما قلنا احنا المفروض هنعمل ريكورد او تسجيل للتوبيك اللي احنا نتفق عليه العنوان بتاع البلاي بتاعتنا. فنكتب في التوبيك انا لو مكانكم مثلا ممكن افكر واقول ممكن نتخيل ان في group of children مجموعة من الاطفال cannot decide what game to play what game to play مش قادرين يقرروا اي لعبة ممكن يلعبوها. وممكن افكر تاني في حاجة تانية وانا هختارها دلوقتي وهي two friends fighting over a toy. two friends fighting over a toy يعني اتنين اصدقاء بيتقاتلوا او بيتشاجروا على بسبب لعبة. two friends fighting over a toy اتنين من الاصدقاء بيتشاجروا علشان لعبة من اللعب. ده التوبيك او الموضوع الخاص بالبلاي بتاعتنا. يبقى two friends fighting over a toy. طب السكريبت السكريبت ممكن يكون عبارة عن ايه؟ طبعا السكريبت اللي هو بيقول لنا tells the characters what to do and say. السكريبت بيقول للشخصيات ال characters what to do يعملوا ايه and say ويقولوا ايه كمان. فانا تخيل ان احنا مثلا السكريبت بتاعنا هيبقى فيه yelling يلنج او صراخ حد بيصرخ بسبب حد تاني. and one of them ممكن يقول مثلا it's my turn it's my turn ده دوري. ممكن كمان نتخيل السكريبت بتاعنا بين شخصين بين صديقين. الصديق الاول مثلا ممكن يكون اسمه احمد. احمد مثلا جايب لعبة جديدة فبيقول I love new toy I love new toy انا بحب اللعبة الجديدة. وصديقه التاني عبد الله مثلا بيقول له Is that a new toy? Is that a new toy? هل هي دي لعبة جديدة؟ وراح خاطف اللعبة وجري وده سبب المشكلة. فعبد الله بعد كده نكتب بين قوسين وده action بقى مش حاجة اتقالت takes toy and run to the tree. takes toy اخذ اللعبة and runs to the tree runs to the tree جري ناحية الشجرة. وطبعا هنا يبقى المكان في تري او في شجرة المكان اللي هو السينري او المنظر المسرحي بتاعنا المشهد المسرحي بتاعنا. يبقى احمد قال I love new toy انا بحب اللعبة جديدة. وعبد الله قال له Is that a new toy هل هي دي لعبة جديدة. وراح واخد اللعبة takes toy and runs to the tree خد اللعبة وجري ناحية الشجرة. طب تعالوا نتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 24 او صفحة 24 وفيها البروبس البروبس او المستلزمات اللي هنستخدمها في البلاي بتاعتنا او في المسرحية بتاعتنا. طبعا واضح جدا ان احنا المسرحية بتاعتنا بتدور بين صديقين بيتخانقوا على توي او على لعبة. يبقى اول حاجة هنستخدمها مثلا في البروبس هي تكون طبعا توي توي او لعبة. لو ما عندناش لعبة او توي ممكن نعمل ايه؟ ممكن نعمل pretend pretend او نتظاهر one out بواحدة. فخيالنا نعتبر ان في ايدنا توي او لعبة ونتظاهر او نعمل pretend pretend يعني نتظاهر ان في لعبة معانا. تالت حاجة في البلاي بتاعتنا او في المسرحية بتاعتنا في المكونات بتاعت البلاي بتاعتنا او المسرحية بتاعتنا زي ما قلنا هي السينري السينري او المشهد المنظر اللي موجود الخاص بالمكان بتاع المسرحية. المسرحية دي دارت فين حصلت فين. فالمسرحية مثلا does it take place at school خلت مكانها كان في المدرسة or at home in the car at table in a park. المكان اللي كانت فيه المسرحية دي فين؟ في المدرسة at school ولا في المنزل at home ولا in the car في العربية
ولا at a table على ترابيزة مثلا أو على منضدة، ولا in a park في متنزه. فنعتبر مثلا إن play بتاعتنا أو المسرحية بتاعتنا حصلت in a park أو في متنزه، لأن طبعا هو جري ناحية tree أو ناحية شجرة، فأكيد الشجرة هتكون موجودة في البارك أو في المتنزه. طبعا هنا مفيش إجابة نموذجية يا أصحابي، كل مجموعة منكم في الكلاس روم ممكن تختار problem تانية وconflict تاني وtopic تاني وscript تاني وprops تانية وscenery تاني. المهم ان احنا نبقى عارفين الدرس ده بيهدف لإيه وإيه المطلوب مننا، ونبقى عارفين ممكن نكتب إيه ونتخيل إيه مع بعض. الهدف من الدرس ده إن هو يعلمنا إزاي نعمل working together أو نعمل معا in a group في مجموعة. وزي ما شوفنا من شوية في self assessment أو في التقييم الشخصي، إحنا بنتقيم على أساس إحنا اتكلمنا إزاي، إحنا اخترنا موضوع صح ولا لأ، وكمان إحنا عملنا وسط مجموعة بشكل صح وعملنا معاهم وساعدنا بعض ولا لأ. فهنا مفيش إجابة من نموذجية، كل واحد ممكن يكتب الإجابة الخاصة بيه. المهم إن احنا نبقى عارفين الدرس ده بيطلب مننا إيه. آخر حاجة طبعا عايزين نبقى فاكرين الاستراتيجيز أو الاستراتيجيات الخاصة بالبيس فور بيس، اللي هي الاستراتيجيات بتاعة تحقيق السلام. طبعا البروبلم دي والكونفليكت ده ممكن يتحل بحاجة بسيطة جدا أو باستراتيجية بسيطة جدا من الاستراتيجيز فور بيس أو من استراتيجيات تحقيق السلام، وهي إن الكاركتر اللي اسمها عبد الله أو الشخصية اللي اسمها عبد الله تعمل ابولوجايز أو اعتذار لشخصية أو الكاركتر اللي اسمها أحمد، تعتذر لها وتديها النيو توي بتاعتها وتلعب معاها بهدوء. طبعا ده حل الكونفليكت أو الصراع ده والبروبلم دي. وبكده احنا نكون عرفنا ازاي نعمل بلاننج أو تخطيط a play أو مسرحية، ازاي نخطط مسرحية مع بعض، وايه هي المكونات اللي احنا ممكن نحتاجها واحنا بنعمل play أو مسرحية في الكلاس روم بتاعنا أو في أي مكان تاني. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 25 أو صفحة 25، وهي دي آخر بيج بالنسبة لنا في شابتر 1 الفصل الأول A Day in My Life، لأن احنا حلينا من شوية في أول الدرس بيج 26 أو صفحة 26 وكان فيها السيلف أسسمنت أو التقييم الشخصي. فطبعا بيج 25 أو صفحة 25 عنوانها Peer Feedback. Peer Feedback يعني ملاحظات الأصدقاء، ملاحظات أصدقائك أو أصدقاء الجروب بتاعك في الكلاس روم على البلاي بتاعتكو وعلى الأداء بتاعكو. فهنا المفروض إن انتوا دلوقتي عملتوا البلاي بتاعتكو وخلاص خلصتوها، وهيطلب من الزمايلكو في الفصل أو الكلاس ميت بتاعكو إن هما يعملوا فيدباك أو تقييم للبلاي بتاعتكو والمسرحية اللي انتوا عملتوها. فهنا بيقول لنا مارك يعني أعلم the middle column العمود اللي في النص العمود الأوسط with your feedback بالتقييم بتاعك. استخدم 1 star or 2 stars or 3 stars علشان تقيم المجموعة اللي انت بتقيمها دلوقتي. فانت خلاص دلوقتي خلصتوا البلاي بتاعتكو، والجروبس التانية كمان خلصت البلايز بتاعتها او المسرحيات بتاعتها، ادوكوا الورقة دي وقالوا لكم قيموا مثلا المسرحية أو البلاي بتاعت الجروب اللي كان اسمه A مثلا. فهنقول مثلا الجروب كان اسمه A أو B أو C، وهنكتب هنا اسم الجروب اللي احنا بنقيمه. بعدين احنا هنا هنمارك أو هنعمل أو هنحدد العدد بتاع الستارز أو النجوم اللي بيحدد الأداء بتاع الجروب اللي احنا بنقيمه. فهنا مدينا الكاتيجوري او الفئة الجزء اللي احنا بنقيمه. فاول حاجة التوبيك او الموضوع، عنوان المسرحية اللي احنا بنقيمها بتاعت الجروب اللي احنا بنقيمه. لو كان التوبيك مش كويس قوي هنحط 1 star، لو كان معقول متوسط يعني هنحط 2 stars، لو كان جيد بجد وجيد جدا هنحط 3 stars. هنا بعدين هنكتب هنا suggestions او الاقتراحات، لو في حاجة انت عايز تقترحها عليهم في الفيدباك بتاعك او في التقييم بتاعك، وهتكتب هنا في السجستشنز او في الاقتراحات الاقتراح بتاعك.
فمثلا ممكن تقول good topic، كان الموضوع كويس، وهتحط لهم مثلا هنا 3 stars. تاني حاجة في الكاتيجوري او في الفئة اللي احنا بنقيمها ال speaking skills. ال speaking skills بتاعت الجروب ده كان كويس، بيتكلم كويس، صوته مسموع ولا لأ. فمثلا احنا هنقول مثلا ان هم يستاهلوا 1 star او نجمة واحدة. وهنقول مثلا في ال suggestions هنا او في الاقتراحات هنا the voice was too soft. The voice was too soft، الصوت كان منخفض جدا، ما كناش قادرين نسمعهم. في تالت كاتيجوري او تالت فئة البروبس او المستلزمات بتاعت المسرحية. مثلا لو هما كانوا جايبين جود توي او توي كويسة، هنحط هنا 2 stars وهنكتب هنا جود توي. ده لو كان عندنا suggestions او اقتراحات، ما فيش اقتراحات ما نكتبش حاجة. رابع كاتيجوري او رابع فئة السينري او المشهد او المنظر بتاع المسرحية. لو هم كانوا عاملين مشهد ومنظر للمسرحية كويس، رسمين لوحة وحطوها وراهم وهم بيمثلوا، بتعبر عن المكان اللي هم بيعملوا البلاي بتاعتهم فيه، هنحط هنا 3 stars مثلا، وهنكتب right place او مكان كان مناسب للبلاي دي او للمسرحية دي. وبكده نكون انهينا chapter 1 a day in my life، وانهينا معاها درس النهاردة. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم. لو أعجبك الدرس أعمل لايك، أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو، والأهم إنك تشارك الدرس مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما إن في حد غيرك محتاج المعلومة، وهتفرق معاه كتير وإنت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.